إلى اليمن، حيث حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي مواقع ومناطق جديدة في اليوم الثالث للعملية العسكرية التي أطلقتها لاستكمال تحرير تعز وفك الحصار عنها، وأسرت 8 من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكرية أن قوات الجيش حررت عدة قرى وتلال جبلية في الجبهتين الشرقية والغربية. على جبهة أخرى، واصلت قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي تقدمها في الساحل الغربي اليمني، حيث باتت على مشارف مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.